يمكن الكوفيد كنا 684 فراش ديال الانعاش والاضافه تاع 5260 ديال سرير الانعاش. التكنولوجيات الحديثه توجهت مع الرقيق العمومي ماشي ديال الاهتراء في الشارع. ولو بغيت ترجع تيوليتي كتبغي تبغي 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 باش تبغي الاهتراء راه عنده علاقه. شوف الاهتراء عنده علاقه بالمظاهره لان كيفاش كل واحد ما يهدرش من الاهتراء. لا تكنولوجي اللي كاينه في القطاع العمومي ما كايناش في القطاع الخصوصي اليوم. وانا كنتحمل مسؤوليتي لان المساله كتعلق بالاستثمار. الاستثمار اللي كيدار اليوم في الدوله مهول بالتكنولوجيا الحديثه، وانما واش كنستافدوا من هذا الاستثمار اليوم؟ ما كنستافدوش منه نظرا للاكراه ديال القطاع ديال الموارد البشريه. ثاني حاجه هذه الموارد البشريه اللي كتخدم في القطاع العمومي وكتخدم في القطاع الخاص. شتي اليوم نقول بان الناس اللي خدامين في القطاع العمومي ما بقاش يحطوا رجليهم في القطاع الخاص، القطاع الخاص يعرف مشكل. نقولها نهضروا الصراحه. ولكن اليوم واش انا شنو خصني؟ حنا عندنا حمايه اجتماعيه. المشروع الملكي دار صوب الاهتمام بالمواطن المغربي، نحميه، نقرب ليه الخدمات، هادشي اللي بغا صاحب الجلاله، فين ما مشى يتعالج، سواء هنا او هنا. انا الطبيب المغربي عنده الجوده ديال التكوين يخدم ليا في القطاع الخاص ويدفع ليا فلوس، ولكن هذاك مسؤول على القطاع العام والخاص خاصني بالنسبه للحمايه الاجتماعيه وبالنسبه للتغطيه الصحيه نقوي القطاع العمومي. والقطاع العمومي هو الضامن ديال السيروره ديال الحمايه الاجتماعيه. العالم كله كيتمشى بهذا لان ماشي نفس التعريفه. القطاع اليوم كتعرفوا المصاريف اللي كتمشي في كل سنويا في اطار ديال الصحه 70% ديال المصاريف كتمشي للقطاع الخصوصي ولكن 30% فقط ديال الكم. يعني كنتريتيو كنتكلفوا 70% ديال المواطنين كتعطينا في القطاع العمومي غير 30%، ولكن 30% اللي كنتكلفوا بها كتعطينا 70% ديال النفقات في القطاع الخصوصي. ملي كتقارنها مع الحجم ديال الاستثمارات كتقول لك كتضيع بزاف ديال الفلوس وما كتقدرش ما كترجعش في الاستثمار. اذا راه ما يمكنش تجي وتعطيني واحد الصوره تقول لي واحد من المجهودات اللي داروا من هذه السنه اخر سنوات راه زدنا في عدد ديال الاسير طلعنا 28000 سرير. راه العدد ديال السكانيرات راه المشكل ديال الكونسيبت كيفاش كنتعالج وكيفاش كيتعالج وما نشوفوش شي الحجم يعني نص الكاس الفارغ. راه واحد الخزانه وعيه ولكن انا يكره في الموارد اللي خدم لي هذا الشيء هو الموارد البشريه. حنا صاحب الجلاله عطى واحد البادره جديده ديال الوحدات المتنقله اللي هي مجهزه بالطبع عن بعد. واش هذه ماشي حل عجيب باش يقرب الخدمات للمناطق المعزوله في الوقت اللي كنت كنستعملوا بالناس اللي خدام في القطاع الخاص. ما كنستعملوش الناس اللي في القطاع العمومي. دوك الاطباء في القطاع العمومي بقاو في القطاع العمومي ولكن جبنا اطباء من القطاع الخاص يقدموا خدمات في هذه المناطق المعزوله وغيفك عليهم العزله 365 يوم على 365 يوم وغادي نزيدوا ندعموها بالطب على بعد وباختصار. هذه ما كنشوفوش هذا التقدم. هذا راه كاين بزاف ديال الامور اللي ايجابيه وخصنا نشوفها ونقولوا الحمد لله على بلادنا والناس يشوفوا المنظومه الصحيه الاخرين يقولوا اللهم لك الحمد على الرؤيه الرشيده ديال صاحب الجلاله. شكرا سيدي الوزير. شكرا وبغيت نشكركم.